وإن من الإيمان بالقدر ومراتبه الأربع الإيمان بمرتبة الكتابة، وهذا يتعلق بالدعاء. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وما غير القدر وما رد القدر إلا الدعاء. فالدعاء يرد القدر ويغيره. ومعنى تغييره للدعاء ومعنى تغيير الدعاء للقدر ما جاء في كتاب الله عز وجل حينما قال سبحانه: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال علي رضي الله عنه حينما قرأ هذه الآية، قال: إن لله عز وجل كتابان، كتاب في السماء الدنيا تنظر فيه الملائكة فتتنزل بالرزق والقطر وقبض الروح وغير ذلك، فهذا يمحو الله عز وجل فيه ما يشاء ويثبت، مكتوب فيه أن رزق فلان كذا، فإن دعا زيد فيه وإن ترك الدعاء نقص منه، مكتوب أن عمره كذا، فإن بر والديه ووصل رحمه زيد في عمره، وإن ترك ذلك نقص من عمره، وهكذا من الأمور التي قدرها الله عز وجل. هذا الذي يمحو الله ما يشاء فيه ويثبت. فالدعاء يغير ما في الكتاب الموجود في السماء الدنيا، وأما الكتاب الذي عنده وعلمه سبحانه وتعالى فلا يتغير ولا يتبدل. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. إذن فمن الإيمان بالقضاء والقدر، ومن الإيمان بالدعاء الذي هو شرط لإجابته أن تؤمن أن الله عز وجل يستجيب الدعاء، ومن استجابة الدعاء تغيير المقدور والمكتوب في السماء الدنيا الذي تتنزل به الملائكة ولتنظر أرزاق العباد.